السلام عليكم أعزائنا ومتتبعي قناة مغارب نيوز. اليوم عندنا حالة من الحالات الاجتماعية اللي ربما كنعيشوها في الوسط الاجتماعي المغربي كل ساعة في كل حين، وهي النزاعات ما بين بعض الأطراف سواء كان مكتري أو لا شاري ديال شي سكن في أي حي كيف ما كان. سي بوعزة تقدم لواحد المحل واقتراه بواحد الطريقة فيها الرهن وكراء، لكن هنا وقع واحد خطأ اللي هو خطأ يعني متجاوز بسيط ولكنه معوض بشكل آخر. نوع ديال الخطأ هو أنه دار واحد العقد ما بينه وبين صاحبة المحل، ولكن واحد الورقة سميتها اعتراف بدين. هذا الاعتراف بدين لم يشير إلى الكراء أو الرهن، وإنما يشير إلى أن السي بوعزة كيتسال واحد القدر مالي لصاحبة المحل. هو ما عندوش سابق معرفة بها، ما كيعرفاش، ما كتعرفوش، يعني لقاتهم هاد الظروف ديال هذاك المنزل. مشاو عند واحد السيد عمر لهم ذاك الاعتراف بدين، عطاتهم السويرتات، عطاتهم مسائل، مشاو الناس سكنوا على أساس أن العقد أو لا هذاك الاعتراف بدين في سنتين، وهاد السنتين هادو ماشي كل مرة تجي تعطيهم طريف من ديك الفلوس، لا، حتى تكمل السنتين تعطيهم فلوسهم دفعة واحدة. لكن بعد ما سكنوا هاد الناس واحد المدة زمنية يمكن شهرين ونص ثلاث شهور، السيدة بدات كطالب بإفراغ المحل. الدريعة ديالها ما عندهاش شي كونطرا معاهم ولا شي توصية ديال الكراء، ولكن هي تناسات ونسات على أن كاين واحد الاعتراف بدين. المهم من هذا المشكل هذا بدأوا مشاكل كثيرة، منها سب، منها الخصومة، منها شجارات، منها بزاف 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 الأمور وصلت إلى حدود الدرك الملكي. حاولوا كذلك حتى هما بطريقة ديالهم السلمية لأنهم يصلحوا ما بين الطرفين، لكن باءت بالفشل. وصلت الأمور إلى القضاء، لكن قبل منها كانت هناك أمور خطيرة ومعاملة جد 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 خطيرة، وهي أن السيدة صاحبة المحل تهجمات وتهكمات على مسكن الغير في الوجود ديالهم وفي عدم وجودهم. هرست لهم البيبان، هداتهم، سباتهم هي والابنة ديالهم، بل أكثر من هذا اتهمات بوعزة بشي أمور لا حجة لها فيها. ما غاديش نطولوا بزاف في المقدمة، وغادي نعطيه الكلمة للسي بوعزة بعد ما غنطرحوا عليه أسئلة وهو يعطينا أجوبة عليها، ونخليه الكلمة الأولى للسي بوعزة. السلام عليكم سي بوعزة. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. قول لي سي بوعزة، النهار اللي مشيتي لعند هاد السيدة هادي باش تكري من عندها أولا باش ترهن من عندها، واش كان حاضر معكم شي حد كشاهد؟ كان حاضر معنا واحد السيدة ولي لقاني بها النهار الأول. شي واحد سمسار هذا؟ لا، عنده سيبر. عنده سيبر؟ عنده سيبر. كنا هو اللي كتب لكم العقد، هو اللي كتبنا العقد، هو اللي مشى معنا تاكيليزينا، هو اللي مشى معنا حتى للدار باش عطينا الفلوس، وحاضر معنا على كل شيء. وعمر لكم هو ذاك، هو اللي يكتب لنا العقد، هو اللي دار العقد باش نشرحوا للساده المشاهدين. هو اعتراف بدين، اعتراف بدين، هو اللي عمروا لنا. شحال القيمه ديالو؟ 50,000 درهم، هي 5 مليون. 5 مليون، وعطيناه 5,000 درهم قل 200 درهم ديال سبقنا لعام. هي كانت دارت معنا 5 مليون ونص في الاول، كانت محتاجه بها، قالت لنا باغا تشري طوموبيل محتاجه بها. قلنا لها باش ما نعطيوكش 5 مليون ونص، غنعطيوك 5 مليون ديال نديروها معاك في العقد، و 100,000 غنعطيوها لك تسبيق العام باش كاع نبقاو نخلصوك في هذيك 8000 ريال ديال الكراء، ديال السوق الكرائي، ديال الكراء، ديال السوق ديالي معاك 400 درهم، هي 8000 ريال. 8000 ريال في الشهر؟ اي يا سيدي. من غير 50,000 درهم؟ من غير 50,000 درهم، درنا معاها وثيقه قانونيه. ومن بعد عطاتكم هي شي توصيل على هذيك 400 درهم ولا لا؟ ما عطاتنا لا توصيل لا والو، ما عطاتنا حتى شي حاجه. لا، ما سولتيهاش يعني اولا طلبتي منها؟ طلبنا منها، قالت لك ما عنديش حق، قالت لك انا مازال ما مكملش الدار 4 سنين ولا 5 سنين، قالت لك ما عنديش حق نكرا هذاك الشيء، دايره غير نوار، كتهرب من الضرائب. من الضرائب.
يعني هاد السيده هذه بقى الامور ديالها ورقة ديالها ما كاملينش، مازال ما كاملينش. هذا هو علاش دارت معاك هاد الطريقه هذاك الشيء اللي كاين. هذا ما عندهاش حق ترهن، ما عندها حق دير حتى شي حاجه. واخا شحال سكنتي عندها ديال الوقت؟ دابا سكننا عندها من شهر 11 ديال 2021. سكننا عندها شهرين، جات عند المدام ديالي قالت لها بغيتكم في شهر 4 تخول لي داري. شهر 4 ديال 2022 ديال 2022 قالت لها توجدوا لي، انا غنوجد لكم فلوسكم وخول لي الدار ديالي. واخا نرجع بك شويه للور، هذاك الاعتراف بالدين شحال فيه المده؟ في عامين. ملي كيبدا وفين كيسالي؟ كيبدا في 2021 في شهر 11 في 1 وغيسالي في 23 في شهر 11 في 1. مده ديال عامين. واخا ودابا ملي جات لعند السيده الزوجه ديالك اللي حتى هي غادي نسولوها، جات طلبت منها على انكم توجدوا راسكم تخرجوا. هادشي اللي قالت لنا، مشينا كنقلبوا على دار وعينا ما نقلبوا عند سمسار هنا تلقينا واحد الدار. جينا عند جات عند المدام علمتها قالت لها راه لقينا واحد الدار اش غديري معنا؟ قالت لها غير صبري عليا شويه، كان ديك الساعه غيجي رمضان. قالت لها صبري عليا واحد شويه وغنوجد لكم فلوسكم. عاوتاني عاود عيطات لها ما بقاش كتجاوبها، مره كتجاوب مره ما كتجاوبش، مره قطعت معكم الاتصال. قطعت مع الاتصال بعد المرات كنعيطوا لها كيجاوبنا شي واحد راجل اخر تيقول لك راه ما مساليهاش. كل مره كتبقى تكذب عليا. الزوج ديالها كاين؟ لا معاه في الطلاق الزوج ديالها. واصل الطلاق. واصل الطلاق معاه. مولفه بصداع. مولفه بصداع. واخا لقيتها اللي كنتو كتصلوا بها وانتم دبرتوا على سكن اخر، شنو درتوا؟ صافي ما درنا والو، صافي قلنا لذاك السيد غير رهن الشقه ديالك راه حنا مازال معطلين. عاود دوينا معاه قلنا قالت لك حق دوزو رمضان وعاود نشوفوا عاود ثاني شنو ندير. داز رمضان وديما كتبقى تكذب علينا، كل مره كتقولنا غنعطيكم فلوسكم حتى شي فلوس ما شفناها. حتى وصل نهار المدام ثاني عاوتاني قربات تولد. واخا انا غادي نرجع لعند المدام، خلي هذا الموضوع ديال المدام غادي نسولو عليه المدام لان هي غتكون على درايه بهذا الشيء. انت من بعد ما كنت كتواصل معها وما كتجاوبش، ومن بعد ما تواصلت معك مؤخرا وقالت لك اودي خليكم تدوزوا رمضان وديك الساعه نشوفوا قضيه ديال شنو درتي؟ شنو درت؟ صافي بقيت صافي عاود استقرنا عاوتاني. صافي ما طلبتيش منها دير معاك العقد والكونترا ديال الكرا ديال؟ لا ما طلبناش. هنا بدات كتبان شي نيه تما ماشي هي هذيك. تما حنا صافي من تما عرفنا ملي عرفنا الكذوب صافي ولينا كنسيسو معاه باش تعطينا فلوسنا ونمشيو بحالنا كل. ولينا كنعيطوا لذاك السيد اللي لاقانا بها كيدوي معاه كتقول لي انا غنجيب لك جوج المليون انا غنجيب لك مليون وحتى شي حاجه ما كاينه كتكذب علينا. واخا بالنسبه ليها هي في هذيك المده اللي سكنتوا عندها وعاودت طلبات منكم باش تخرجوا وتوجد لكم ما عمرها تخاصمت معاكم؟ لا ما عمرها تخاصمت معنا. ما كانش صداع؟ ما كانش لا والو، ما عمرها تخاصمت معنا. كتبقى تخبط الباب ديالها ومع مره كتشوف الباب ديالنا محلول كتبدا تخبط في الباب ديالها بالعاني باش نسدوا الباب حنا. كانت هناك مناوشات لكن غير مع راسها حنا ما تنديوش فيها. هي كتحاول تستفز تستفزنا باش نهضروا معاها، ديما كدير لنا سميتو باش ندويو معاها حنا ولكن حنا مسالمين. شافتنا غير بجوج يلاه تزوجنا، يلاه كنا تزوجنا ديك الساعه. اغلبيه هذه الاوقات انت ما كتكونش. ما كنكونش، كتكون المدام. واخا انا نشوف مع فرح. السلام عليكم فرح. انت اللي سكنتي مده طويله وعاشرتي ديك الانسانه كيف ما قال سي بوعزه كانت كتحاول انها تخلق نوع من المشاكل ونوع من الصداعات بينك وبينها، شرحي لنا كيفاش. اول حاجه السلام عليكم. هادشي كانت كتبغي تخلق مشاكل، واخا حنا ماشي معانا حنايا غير بوحدها، كتبغي تزدح الباب، تبقى تغوت بجهد، تبقى تقول شي كلام اللي ما نصلحش انا نقوله. ولكن حنا كنا كنسدو بابنا، صافي كنت كنسد عليا الباب، ما كنتسوقش ليها انا في داري، ما كنتسوقش ليها كاع. ديك الساعه انت كنتي حامله؟ كنت حامله، كنت في الشهور الاخيره ديالي ديال الحمل. قالت لي في شهر 4 وجدوا راسكم غادي تخرجوا. قلت لها صافي ما كاينش المشكل، واخا حنا ديك الساعات كنا يلا سكننا عندها بشي شهرين ولا 3 شهور وهي دايره معنا يعني كونطرا ديال عامين. لا غير باش وعد بالدين ديال عامين. غير هنا ما داخلينش نتوما في كونطرا، نتوما داخلين في وعد بالدين. وعد بالدين. عطيني فلوسي. هي نورمالمون هادي ديال وعد بالدين خارج على اطار ديال السكن، لكنه مادام انه كاين شهود وكاين اتفاق ممكن اننا ندخلوا في المشكل. هادشي اللي كاين. واخا كملي لنا. قالت لي في شهر 4 صافي وجدوا راسكم غادي نبغي داري. قلت لها صافي انا ما عنديش مشكل. قلت لها الا بغيتي حتى دابا ما لا. قالت لي لا دابا الفلوس ما واجديش عندي. قالت لي في شهر 4 غيكونوا الفلوس واجدين. قلت لها صافي ماشي مشكل. جا شهر 4 ما عاودتش عيطات، عيطت ليها انا قلت لها اختي قلتي لنا في شهر 4 نخرجوا شنو كاين؟ قالت لي بقات عليا قالت لي واخا من هنا واحد السيمانه رد عليك، غدا رد عليك، بعدو رد عليك، بقات عليا كتديني بحال هكا. شويه جا رمضان قالت لي تيدوز الشهر ديال رمضان وديك الساعات نعطيكم الفلوس ديالكم غادي تكون واجده.
صافي جا رمضان وداز رمضان وعاوتاني ما اتصلتش وانا اللي اتصلت بها، حيت هي دابا فاش قالت لي تخرجوا بقيت انا مشوشه معا كنت حامله، يعني بغيت نمشي لشي دار اللي انا نستقر فيها. واش الا جاك مثلا الولاده وهذا ما تكونش مبرصطه؟ ما نكونش مبرصطه يعني كلشي دار. عاودت انا اللي اتصلت بها من بعد ما داز رمضان وقلت لها اختي شنو كاين، قلت لها دابا انا راه ما بقى لي والو نولد، انا في الشهر ديالي الاخر، شنو غديري معانا؟ قالت لي سيمانه غادي نرد عليك. ودازت سيمانه وما اتصلتش وانا اللي عاودت اتصلت بها، وكانت ديك الساعه بقات لي 20 يوم باش نولد. قلت لها اختي انا صافي راه دابا غادي نولد، واش نخرج ولا ما نخرجش؟ قالت لي عرفتي شنو غدير وخليتها تسالي داك الكونطرا اللي بيننا وبينكم لمده عامين. يعني هنا قررت على انها غادا تستمر العامين كامله. اه هادشي اللي كاين. ولدت يا فرح، قولي لنا شنو وقع في المشكل ديال العقيقه ياك؟ في العقيقه في المقاييس. اييه عاودي لينا شنو طرا. صافي انا ولدت كانت عندي 7 ايام من بعد الولاده ديالي، درت السابع لولدي بحال الناس، درنا الذبيحه درنا الخزامه على برا، عرضنا على الناس على المحضورين. صافي فداك النهار هذاك بالضبط هي كانت هضرت مع الزوج ديالي ماشي انا، كانت مشات للمقاطعه بدات كتحيح تما على المقدم وكتغوت كتقول ليه باش من حق انهم يسكنوا ليا في داري، باش من حق يديروا شي مناسبه في داري بدون الاذن ديالي. وعلى العلم انها هي ما بقاش دارها، يعني راه كارياها ليا وانا كنت نخلص ليها الكرا وعطيها 5 ديال المليون. يعني هي بغات باش تدوز لينا، يعني هي من شحال هذه كانت كتقلب باش تدوز، مني ما عطيناهاش داك الفرصه جات هاد الفرصه هذه ديال المناسبه. صافي مشات عند المقدم عرات الكفر ديال الطوموبيل ديالها وراتو الشراب، قالت لي انا راه جاي. هادشي ما حضرتوش ليه نتوما؟ يعني ها كيعاودوا لكم عليه؟ لا حضر عليه الزوج ديالي. كان حاضر. عيط ليه المقدم ومشى لتما. عرات الكفر وراتو الشراب، قالت ليه بالله هادشي ما غاديش يدوز لهم على خير وبخير. قالت لهم والله بقات كتخسر الهضره، غندير لهم ونفعل لهم وغنجيب لهم الشمكاره. شنو بقى لي ديال الشراب؟ واش زعما بغات تجيب شي وحدين؟ جا غتجيب شي وحدين وتعطيهم زعما الشراب ويخسروا لكم او يخسروا لنا المناسبه. شفتوا بالنهار نتوما ماشي بالنهار ماشي بالليل. هي كان كيسحب لها واقيلا حنا غنستمروا حتى الليل، ولكن حنا كنا درنا بالنهار. صافي بداو كيطلبوا هاد الناس كيقولوا لها حشومه هادشي راه غيدوز راه غير نهار، صبري ماشي مشكل، سمحي لهم الا كانوا بصح ما علموكش ولا هادي. جيران تا هما ومعاهم محضورين تا هما. لا ماشي جيران، حيت هي كانت مشات للمقاطعه في كاين المقدم. يعني المقاطعه بعيد على غير ناس، فاش بدات كتغوت وهادي تجمعوا عليها الناس. صافي ما قالت لهم حتى شي حاجه، ركبت في الطوموبيل ومشات بحالها. رجع الجوز ديالي قال لي شنو كاين وكيفاش وكيفاش هاكيفاش. صافي من تما فاش قال عليا مع داك جويه ديال 12 تبدل الجو، يعني ولينا خايفين كنقولوا الناس حاضرين غتدير لنا شي مشكله. كنت زربوا دغيا تسالي. ولينا كنقولوا صافي غنعطيو الناس يتغداو وغنحبسوا هذا الشيء هذا. نعم. يعني ولينا خايفين. ما علينا. صافي كان باديه المناسبه مازال ما تغداوش الناس. كان وقع واحد الخطا ما بين تريسيان، كان حيت عندنا المكانات جوج لاصقه مكانه حدا مكانه ديال الجاره. المكانه ديالكم ودير جيرانكم. ديال الجاره وحده اخرى. مكانه الضو. المكانه ديال الضو. جات تريسين هز الضوم للمكانه ديال الجاره الاخرى. يعني بالغلط حيت هما ملاصقين وحده حدا وحده. جات الجاره بدات حتى هي كتغوت، قالت لك علاش هزيتوا لي الضو سرقتوا لي الضوم للمكانه ديالي. قلت لها اختي سمحي لينا حنا ما سرقنا لكش الضوم للمكانه ديالك، وقع غلط واي حاجه تكون صومات ليك راه انا غنخلصوها لك، يعني اللي طلبتي راه غادي نخلصوا لك، وقع غلط. قالت لك لا انتم مصدعيني في راسي وتزيد انا نسمح لكم. المهم علينا حيدنا داك الضوم للمكانه ديالها ودرناه في المكانه ديالنا. صافي داك الساعات باش غنبداو نحطوا الغداء للناس فاش وقع، يعني من الاول اسبوع خاسر ما بين الجاره ما بينها هي، يعني بدينا غير كنزربوا نعطيو الناس يتغداو باش نحبسوا. داك الساعات هي عيطت لهاد السيده اللي حنا ساكنين عندها، عيطت لها في التليفون. هذه الجاره اللي وقع لها مشكل معكم؟ هادشي اللي قالت، انا ما شتاش عيطت لي، ولكن هي اللي قالت جات فاش جات مولات الدار قالت لك عيطت لي الجاره وقالت لي بلا نتوما سرقتوا لها الضو وكتقولوا انا اللي قلت لكم سيروا خذوا لها الضو. طبيعة الحال الشيء ديال ما كاينش، يعني هي كتقلب كيفاش تدوز. نتوما فكيتوا المشكل مع الجاره؟ قلتوا لها يعني الا بغيتي نخلصوك نخلصوك نخلصوك. قلنا لا سمحي لينا راه وقع غلط وهادي وهادي. صافي من بعد جات هي ما كانتش كاينه، جات فاش جات طلعت عندي كنت انا جالسه في الدار بوحدي، يعني كانوا كلشي هبطوا لتحت باش غادي يتغداو في الخزانه لتحت على برا، كنا درناها في الشارع. صافي كنت انا في الدار الفوق بوحدي، جات كانت الباب محلوله بطبيعه الحال حيت الناس داخلين خارجين، دعمت عليا للدار ودخلات بلا ما تدق بلا ما تاخذ الاذن ديالي. شي هبست الباب غير حلات الباب؟ لا اصلا الباب كانت محلوله ما قرباتش ليها كاع، الباب كانت محلوله. صافي دخلت القلب الدار الداخل. دخلت القلب الدار عندي وقلت لي باش من حق كتهزوا الضو للجاره وكتقولوا لها راه انا اللي قلت لكم هزوا الضو من عندها.
دابا الجاره قالت لهم راه الجاره دابا ما قالت ليها والو، راه هي كتكمل من عقلها. قالت لك بلا احنا قلنا لها راه انت اللي عطيتينا الاذن باش ناخذوا حنا الضو للجاره، ولكن حنا الجاره قلنا لها راه اختي راه وقع غلط وسمحي لينا، واي حاجه مشات لك راه غادي نعطيوها لك. واخا باش نفوتوا هذا المقطع ديال الضو جاره وكذا، جات لعندك تما بدات كتسب بدات كتغوت بدات كتعير، احكي لينا بدءا من هذه المساله هذه ديال الخصام كيفاش بدا، بالاخص ان انتم عندكم تسجيل ديال الفيديوهات في الوقيته اللي كانت هي متهجمه عليكم وفي الوقيته اللي كانت كتخرج في كلام خايب له هي ولا الابنه ديالها. احكي لينا كيفاش طرا هذا السيناريو. كانت دخلت هجمت عليا للدار، بعدا قالت لي داك الكلام اش باش من حق تقلبي للضو ديال الجاره وهادي. قلت لي حنا راه طلبنا من الناس سمحوا ما كاين والو. قالت لي باش من حق نتوما اصلا ساكنين عندي، وبدات كتهز في الحوايج من الدار وكتخرج. اي حاجه جات قدامها السدادر الخدادي بدات كتهز وكتخرج. تلوح برا. كتلوح برا طلعوا الناس مع كان شويه ديال الصداع، يعني كان صوتي انا مسموع صوتها هي مسموع. طلعوا الناس دخلوا يعني شنو واقع هادي شنو كاين. المهم كان الاخ ديالي داك الساعات طلع حتى هو وما دار والو، جلس وبدا يصور فيديو. يعني هاد راه عندكم الفيديوهات فيهم كل شيء وفيهم الدليل كل شيء. صافي السيده بدات كتغوت، حنا قلنا خصنا عيطنا الرجال الدرك الملكي اليوم كان داك الساعات بالنهار الحد، عيطنا لهم. صافي دخلت في قلب الدار وبدات كتغوت. مهم هي واقفه عندي في قلب الدار وانا جالسه في الصالون وهي بدات كتغوت، وبديت انا كنتغوت معاها كنقول لها خرجي عليا من داري، هذه راه الدار ديالي وانا راه خطيتك 5 مليون. قالت لي باش من حق واش من وثيقه عندك كدل بلي انك انت ساكنه عندي؟ شي كاع كله مسجل في الفيديو اللي صورته فعلا، ان نكرات انكم ساكنين عندها وما عندكم شي وثيقه، ولا عندك شي وثيقه سير قدمها. هادشي كاع كله شفناه من بعد داك الصداع ومن بعد ما من بعد الزوج ديالي. هي كانت تلاهت مع الناس، خرجت هكا قدام الباب كانت تلاهت مع الناس كيهضروا معاها كيقولوا لها علي الشيطان حشومه هادشي اللي درتي. جا راجلي زدح الباب سدها بالساروت تيحضروا الدرك الملكي. نعم. فاش سد الباب تفادي شي مشاكل تفادي المشاكل باش ما نتصادعوش. المهم فاش سد الباب بدات كتضرب بالقوه ديالها برجليها، والباب ديال الخشب بدات كتضرب. مسجله في الفيديو كاين دليل. انا بدات كتضرب في الباب، فاش سد الباب بدات كتضرب في الباب برجليها، حتى الباب ديال الخشب تقسمات على جوج، تهرس لتحت تقسمات على جوج في مره. صافي من بعد ملي قسمات الباب على جوج شدات بنتها جراتها عندها. بنتها على اساس هي كانت راه كتعاير يعني بشي كلام حتى هو كاين حتى هي مسجله في الفيديو. شدات بنتها جراتها عندها قطعت لها البيجامه ديالها وقالت لها زيدي قدامي عند الجندار. صافي مشات هي ديك الساعات عند الجندار، ولينا حنا فاش هرست الباب ديك الساعات كنتو عيطتوا على الجندار؟ كنا عيطنا عليهم. مشات هي عاوتاني هي عند الجندار. هي مشات ديك الساعات فاش شافت راسها انا صافي حنا ما بغيناش زعما هي كانت ضربني وبكا وسبقني وشكا. هي دابا كانت بغاتنا بحالي نضربوها بحالي ندابزو معاها. هي ما كيهمهاش تضربي ولا ما تضربيش، المهم داك الفلوس اللي عطيتها ما تاخديهمش، هي كانت باغانا ان حنا نضربوها. وطبيعة الحال كانوا العائله بزاف، كانوا خوتي كانوا بزاف، يعني كون بغينا نضربوها راه غتضرب، ولكن حنا تفادينا هادشي. تنازلوا ليها على 50؟ هي بغاتنا باش نتنازلوا ليها، يعني بغاتنا نضربوها وباش منين نشدوا حنا في الحبس تقول لهم لا بغيت ندير لهم تنازل يعطوني يسمحوا في الفلوس ديالهم. لكن حنا داك الساعه تحضرنا عقلنا، حتى شي واحد ما قرب ليها وكانت هي بعيده علينا وحنا بعيد، وخا دخل عندنا القلب الدار حنا بعادين عليها. هي حسب ما شفنا في الفيديوهات باش ننوروا الساده المشاهدين، لان فعلا الفيديوهات جلهم مصورين في الشقه اللي فيها بوعزه وفرح، يعني هاد السيده هادي كانت متهجمه عليهم في الشقه ديالهم، والخير دليل هو كسر ديال الباب. باش من حق مواطن كيكسر الباب على مواطن؟ واخا يكون عنده هاد الحق كاينين الناس ديال السلطه هما اللي كيقوموا بهذا الشيء. من بعد منها فرح وبوعزه غادي يمشيو للدرك الملكي، غادي نشوفوا مع السي بوعزه لان اول معني بالامر مشيتوا للدرك الملكي استدعوكم، اشنو داروا معكم الدرك الملكي؟